بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل سبحانه وتعالى. الآن سنتناول بالمقاربة الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة، لو باردو ولا براءة لو ديزافو. ماذا يقول ربنا في الآيتين هذوما الكلمتين؟ لقد، أي تم خير الله الذي سيذكر الآن. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي رسول مؤمن كما أنتم مؤمنين، أو عربي كما أنتم عرب، أو الناس الغالبية أو الناس اللي التفوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا برسالته وكانوا خير الناس عند الله وكانوا منعوه من عدوان المعتدين الأشرار. كونوا يهود يكونوا كرب ما يهم. لقد جاءكم إني فدوا بأنفسهم، اللي هو خضر رفعة شأنه، كانت حقيقة رفعة حقيقية وفاعلة، مش بالكلام مش بالمظاهر والموديما ديلاميكانيك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرآن فيه ذكركم يا رب، كان تخرجوا من صفة الكرب، أراكم القرآن عز لكم ومن سبب عقل راجع فيكم وسبقوا شاكيمتكم، رمز عقلانية غير منحرفة بالمرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، دائما يراكم تعبين يتأثر تأثر الحزين. هو حتى موجود في أول سورة الكهف، رب يقول في عدة مواقع أخرى في القرآن، يقول ما تذهبش نفسك عليهم حسرات إن لم يكونوا مهتدين ولا مؤمنين ولا متعين ولا تابعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أنتم أولى بأن يحزن على حالكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هو حزن على الكفار اللي شدوا صحيح ومعيزوا لوطاروا، إيزون برسيستي، إيزون انسيستي دون لور كفر، دون لور انفيدلتي، دون لور ميكريانس، إيزون برسيستي، إيزون سيني لور فان كاتاستروفي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. نكمل الآية كما وصلتني بها مريم فاطمة زهرة، ربي يحسن أحوالها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على أن تكونوا من الصادقين من المؤمنين من المسلمين من المحسنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا ربي أعطى اسمين كريمين هما من أسماء الحسنى، رؤوف، ربي هو رؤوف، حد سميه أبناءه عبد الرؤوف وعبد الرحيم، بالمؤمن رؤوف رحيم. شوف أحنا فين إذا كان اجتهدنا كنا نتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة ونقتل الخصال اللي ذكرت هنا، عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين منها حرص. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم أي ما مصحتكم بالمؤمن رؤوف، أي كل من صدق إيمانه، إلا وكان النبي عليه الصلاة والسلام سبب رأفة له ورحمة. خير كثير موجود عند رب العالمين للرسول الكرام عليهم السلام والمؤمن بهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة.